أيضا تقول: هل يجوز إهداء تلاوة القرآن لأحد ميت أو لأحد حي، حيث أقول اللهم اجعل هذه التلاوة لفلان؟ أما إهداء القرآن وتسليم الجزية للعمر هذا في خلاف العلماء، كثير من العلم يقول لا بأس به أن يقرأ ويسوق لأبيه أو أمه أو سيد العمر من أحياء أو أموات، كما يدعو له كما يصدق على غيره. وبعض العلم قال لا يفعل ذلك، لأن القرآن لم يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم ولا على أصحابه أنهم كانوا يهدونه لميت ولا لحي، هذا هو الأفضل والأولى عدم إهداء لأحد. سيقرأ لنفسه يطلب نفسه يطلب الأجر في قراءته ولا يهدي ثوابه لأحد من الناس، وإذا أراد أن يهدي يصدق على أبيه أو أمه ما تيسر من دراهم ملابس طعام، يدعو لهم، يدعو لوالديه لأقاربه لأحبابه، يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، وإذا كان أحيانا يدعو لهم بكل خير من سعادة الرزق والتوفيق للنافع والعمل الصالح وما إلى ذلك.